طيب دلوقتي لو لعبتي انجي وتالا لعبوا مع بعض، مين اللي هيكسب؟ فعلا؟ متأكدة؟ خلينا نبتدي ألعاب عائلية في موسم العودة للمدارس ما بين انجي وتالا. هنبتدي بلعبة انت سامعني، دي لعبة عظيمة. دي مصرة هتفضحيني النهاردة. دي لعبة سهلة خالص، دي لعبة سهلة خالص. هنبتدي بجمل زي ما قلنا بنتداولها كتير في البيت في ايام المدرسه. الاول انجي هتقول الكلام وهنشوف تالا هتفهم مامتها ولا لا. بصي لي، اصحي بس المدرسه وصل. اصحي. لا ما تعليش صوتك. بس المدرسه وصل. اصحي الاكل وصل. ها اصحي بس. بس اصحي الباص وصل. برافو 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 فيري جود. خشي نامي الساعة بقت 9. خشي نامي الساعة بقت 9. بقت 9. برافو عليك يا تالا. ايوه هي انت مش سامعة يا تالا. متأكدة؟ طب استني انا هديك الجمله الثانيه. طب انا هقول لك جمله ثانيه افتكر انا بقول ايه. ولادي حاجه ثانيه اقول لهم هدوم المدرسه لازم تبقى مكويه. كتب المدرسه محتاجه تكون مكويه. ايه قالها؟ برافو والله ما شاء الله الله اكبر. لا لا استني. لا 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 لازم اتاكد لما مش عقل معقوله. طب هقول جمله تانية. طيب هقول جمله ملهاش علاقه بالمدرسه. هقول الساح الدحم بو. ايه؟ لا لا دي صعبه عليك. لا دي صعبه عليك. طب استني هقول لك عملتي الهوم ورك النهارده؟ عملتي الهوم ورك النهارده؟ انت استاذه يا تالا. خلاص شيلي السماعه. شيلي السماعه. برافو لله. انت شطوره جدا. قدر الله ما شاء فعل. انا متاكده ان مامتك مش هتبقى شاطره زي كده. اتفضلي. بصي دي حاجه بقى يعني احنا هناكل قلقاس النهارده هناكل قلقاس النهارده في حاجه في النص. هناكل قلقاس النهارده. هناكل قلقاس صوتك. قلقاس. لا لاس قلقاس. قلقاس النهارده. النهارده. ايوه برافو. ممكن اروح التمرين متاخر تاني. ممكن اروح التمرين الريل التمرين تمرين متأخر. انت والله شاطرين. برافو. المزيكا على فكره عاليه. صوتها عاليه قوي. المزيكا عاليه قوي. شطوره. برافو. لا انتوا شاطرين. انتوا الاثنين شاطرين. الله يقول انتوا بتجنني. اه والله شاطرين. بس انت اشطر.